تكتسب انتخابات 2024 اهميتها الاضافيه من كونها خطوه رئيسيه في مسار الدوله الجاد نحو التحول الديمقراطي والتعدديه الحزبيه والتنافسيه السياسيه في تاريخها السياسي تشهدها مصر باستحقاق الانتخابات الرئاسيه 2024 والتي تعد خامس انتخابات رئاسيه تعدديه تشهدها البلاد في تاريخها الحديث وتكتسب الانتخابات اهميتها الاضافيه من كونها خطوه رئيسيه في مسار الدوله الجاد نحو التحول الديمقراطي والتعدديه الحزبيه والتنافسيه السياسيه والتي اتت بعد عام ونصف العام من حوار وطني جاد وغير مسبوق شمل كل مكونات المجتمع المصري السياسيه والنقابيه والاهليه هذا المسار الجاد قد تجلى في مشهد التنوع السياسي للمرشحين للانتخابات الرئاسيه والذي شمل اربعه مرشحين منهم المستقل ومنهم المعارض ومنهم اثنان من الليبراليين ووفق الدستور والقوانين المصريه فقد تم انجاز المرحله الاولى من الانتخابات الرئاسيه خارج مصر خلال الفتره من الاول وحتى الثالث من الشهر الجاري في اجواء ايجابيه في 137 لجنه انتخابيه موزعه على 121 دوله، وقد تم تقديم تسهيلات عديده لتمكين المواطنين المصريين في الخارج من التصويت بمقار السفارات والقنصليات المصريه، وذلك بإشراف كامل من الهيئه الوطنيه للانتخابات، وبالتنسيق الوثيق على مدار الساعه مع وزارتي الخارجيه والدوله للهجره وشؤون المصريين في الخارج. وكان مشهد لجان التصويت بالخارج خلال الايام الثلاثه مشرفا ويليق بهذا الاستحقاق الانتخابي الاعلى في البلاد وهو ما ستقوم الهيئه الوطنيه للانتخابات باعلان نتائجه التفصيليه من نسب للمشاركه وتصويت لكل من المرشحين الاربعه مع اعلانها النتائج النهائيه للدور الاول في الانتخابات وذلك بعد انتهاء التصويت بداخل البلاد